بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءتني هذه المعلومة المفيدة فأردت أن أشاركها إياكم، وهي كيفية معالجة ملف وورد تلف منا من غير قصد عن طريق إقفال الجهاز فجأة أو أي سبب من أسباب التلف. نذهب أولا إلى البرنامج الوورد، فنفتحه كما هو مفتوح أمامنا، ونقوم بالضغط على زر الفتح. ثم نذهب إلى استعراض، ونذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الملف المستند بورد التالف. عندنا بعض الأحيان يحدث تكون ملفات temporary، الملفات المؤقتة الناتجة عن الإقفال الفجائي، ولا نعرف كيفية الاستفادة منها. قد تكون بها صفحة أو صفحتين أو ثلاثة أو أربعة من الورد المفيد، الذي خسارة أن يضيع علينا. فعندما نفك الإخفاء عن المستكشف الحاسوب ونذهب إليه، الملف التمبروري هذا ننقر نعلم عليه، أو نعلم على ملف الورد التالف الذي اكتشفنا بأنه لا يفتح، مع أنه مكتوب عليه معلم عليه رمز ال W الورد. نعلمه عليه أو نعلمه على ملف التمبروري نفسه حتى، ونفس القصة. ونذهب إلى، بدل ما ننقر على زر الفتح مباشرة، ننقر على المثلث الذي بجواره، ونقوم بنقر على فتح وإصلاح، فيقوم بعملية الفتح والإصلاح ومعالجة الملف المؤقت، ملف التمبروري، أو يعالج ملف الوورد. وشكرا لاستماعكم.